جوزيف ستانفورد في جولات لعدد من المدن السودانية بجانب زيارات لمناطق الطرق الصوفية والرموز الدينية والمجتمع المدني، ما طرح عدة تساؤلات حول إمكانية أن تحدث هذه الزيارات اختراق حقيقي في جدار العلاقات وتفسح المجال أمام مساعي التطبيع بين السودان والولايات المتحدة، فيما قلل مراقبون من أهمية الخطوة واعتبروها أنها لا تعدو كونها علاقات عامة. جولات متعددة للقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم وزيارات في مختلف ولايات السودان ومراكز الطرق الصوفية ورجالات الدين ورموز المجتمع المدني، زيارات ربما تطرح جملة من التساؤلات حول الأهداف التي يسعى من خلالها القائم بالأعمال الأمريكي، فيما يرى مراقبون أنها لا تعدو كونها علاقات عامة والتعرف على المجتمعات الإسلامية وتحسين صورة الولايات المتحدة أمام المسلمين، خاصة بعد هاجز مكافحة الإرهاب. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعرف بشكل أدق المجتمعات الإسلامية، تحاول من غدر آخر القيام بعمل علاقات عامة وتحسين صورتها المهتزة لدى المسلمين وكسب نوع من الصيغة، لذلك تحاول تكسب علاقات اجتماعية، وبما تنظر إليه بأنه أكثر أطراف المجموعات الإسلامية مرونة. من المعروف أن زيارات ستانفورد كانت بعيدة عن العلاقات الرسمية والدبلوماسية، مما دفع البعض في أن يشير إلى أن تلك الزيارات ربما لا تحدث اختراقا في جدار تطبيع العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي. الآن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ليست في أحسن حالاتها، كان متوقع من جوزيف ستانفورد أن يحدث شكل من أشكال الاختراق، ولكن ظلت هذه العلاقات على حالها، لم نشهد أي شكل من أشكال التقدم، ظلت العلاقات أو المطلوبات الأمريكية لرفع اسم السودان من العقوبات قائمة العقوبات الأمريكية وتطبيع العلاقات ظلت مطالب متحركة. فيما اعتبر محللون الخطوة رسالة عاجزة في توصيلها القائم بالأعمال الأمريكي دبلوماسيا بسبب التعقيدات والتقاطعات السياسية ما بين الخرطوم وواشنطن، فضلا عن الاشتراطات والعقوبات التي تجدد سنويا من قبل الإدارة الأمريكية على السودان. هناك عقوبات أمريكية تتجدد كل عام على السودان، أعتقد أن الملف السياسي هو أكثر الملفات تعقيدا في العلاقات السودانية الأمريكية، هناك عدم صيغة، هناك اشتراطات أمريكية، كل طرف يعني ينظر بها بترقب للطرف الآخر. ربما تدفع زيارات القائم بالأعمال الأمريكي للطرق الصوفية ورموز المجتمع المدني إلى مرحلة تقدم جديدة على المستوى الشعبي، مما قد يفتح بابا نحو تطبيع على المستوى غير الرسمي ولو بعد حين. مصطفى بكري، الشروق، الخرطوم. ولمناقشة هذه القضية ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الأستاذ أشرف عبد العزيز، مدير تحرير صحيفة الجريدة السودانية. مرحبا بك أستاذ أشرف. مرحبا، عليكم السلام. نعم، مرحبا بك. بداية، يعني ما هي الرسالة التي يود أن يرسلها القائم بالأعمال؟ هنالك عدة تساؤلات عن هذه الزيارات وهذا الحراك الشعبي للقائم بالأعمال في السودان، برأيك ما هي الرسالة التي يود أن يرسلها؟ من المؤكد انه هذه الزيارات التي بداها الدبلوماسي الامريكي المبعوث ستانفورد بولايه الجزيره بوسط السودان ثم قباب الصوفيه المنتشره بمنطقه ابو حراز شمال مدينه ود مدني ثم تبعها بزياره مماثله لمنطقه ضمضم وانبان ثم قريه الكباشي بشمال الخرطوم بحري، من المؤكد ثم سنار، من المؤكد ان لها دلالات مهمة ليس على صعيد العلاقات الرسمية المتوترة بين السودان وأمريكا، وإنما على صعيد العلاقات الشعبية، باعتبار أن الدبلوماسي أراد أن يتعرف عن دور هذه المراكز الدينية المهمة سياسيا بالسودان، ولذلك لم يجد إلا أن يشيد بالطرق الصوفية في السودان ومجتمعها الذي وصفه بالمتميز والممتاز. ولكن رغمي أن هذه الزيارات قد خلقت انطباعا طيبا لدى الدبلوماسي الامريكي كما اكدت ولدى المشايخ والمريدين، لكن يظل السؤال مطروحا، هل بامكانها الاسهام في اعاده تطبيع العلاقات السودانيه الامريكيه التي حتى الان لم تستطع الدبلوماسيه في البلدين في اعادتها لمسارها منذ اكثر من عقدين في الزمن؟ نعم، ايضا يعني استاذ اشرف، يعني ما هي وجهه نظرك في هذه الزيارات وكونها بعيدة عن العلاقات الرسمية؟ من الواضح أنه ستانفورد المبعوث الأمريكي
يعني أراد بهذه الزيارات لغادة الطرف الصوفية، لغادة الطرف الصوفية والخلاوة الشهيرة بالخرطوم والجزيرة، يعني نقل رسالة عجز عن إيصالها عبر الدبلوماسية الرسمية، ربما بسبب تعقيدات العلاقات السودانية الأمريكية وتقاطع الملفات الخلافية بين البلدين، وأنه أراد أن يلتمس البعد الشعبي لهذه العلاقات والمواقف الأمريكية من قضايا السودان. ولذلك أيضا ربما سمع ستافورد أيضا ما لا يود سماعه عند زيارته لقرية الكباش المعروفة بموالاة غادة سجادتها الدينية للحكومة، عندما قال له أنهم لا يودون أن يروا زي سوداني أمام الجنائية الدولية في إشارة للدعم الأمريكي للجنائية الدولية بخصوص السودان. الحكومة طبعا من جانبها فرحت بهذه الزيارات على عكس معارضتها لزيارات سابقة يقوم بها دبلوماسيون غربيون إلى مناطق النزاع، سواء كان في دارفور أو جنوب كردفان أو جنوب النيل الأزرق، لأن تلك الزيارات بالقطع هدفها إحراج الحكومة للاطلاع على معلومات من الواقع لا تريد الخرطوم للآخرين ربما أن يعلموا بها أو ما شابه ذلك. ومن هنا وجد القائم بالعمال الأمريكي أقصر الطرق للوصول إلى الشارع السوداني هو زيارة قادة الطرق الصوفية الكبار والذين لديهم بالطبع اتباع ومريدون كسر. نعم، يعني أستاذ أشرف، أيضا نجد أن هنالك مبعوثين قبل هذا القائم بالأعمال الأمريكي جوزيف ستانفورد، يعني جولاته هو كانت أوسع وحراكه الشعبي في السودان كان أوسع، لكن الاثنين نجد أنهم يعني لم يفعلوا شيء تجاه هذه العلاقات بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية. أيوة بالطبع، يعني لأنه رغم أنه زيارات الاجتماعية يمكن أن تحقق نتائج طيبة للدبلوماسيين الأمريكيين، لكن ليست بالقطع أنها مدخلا لإعادة تطبيع العلاقات السودانية الشائكة الأمريكية السودانية الشائكة. فالطريق للتطبيع طبعا يمر عبر تقاطعات كثيرة متعرجة، تبدأ من قضية الإرهاب التي لا يزال اسم السودان في قائمتها السوداء في من قبل واشنطن، وتمر أيضا بدارفور وحقوق الإنسان وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق. وهذه الملفات لا تزال مفتوحة، وأن واشنطن تريد من الخرطوم إغلاقها، والخرطوم من جانبها تتهم واشنطن بتاجيج بعضها. فبالتالي العلاقات الشعبية ربما يعني تجعل الدبلوماسيين على اطلاع وقرب من الجانب الشعبي، لكنها قد لا تفيد كثيرا في الجانب. نعم، لكن هنالك جانب آخر أستاذ أشرف، يعني ألا ترى أن تكون هذه الزيارات هي خارطة طريق تساهم مثلا في رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أن هذه الزيارات يعني حوت عدة زيارات للطرق الصوفية وغيرها، باعتبار أن الإسلام أيضا لا يعني الإرهاب ولا يعني التطرف؟ الحكومة طبعا تبذل مجهودا كبيرا في هذا الإطار في الاتجاه الدبلوماسي، وربما نجحت لحد كبير، لكن زيارة القائم بالعمال الأمريكي لا تحسب في أطار أنها مجرد محاولة علاقات عامة عبر الدخول بالبوابة للمؤسسات الدينية الشعبية، لأن هنالك أيضا مؤسسات دينية رسمية تابعة للحكومة ولم يقم بزيارتها مثل هيئة علماء السودان ومستشارية التأصيل وغيرها. وبالتالي لماذا لم يزور هذه المؤسسات ويكتفي بزيارة الطرق الصوفية؟ إذا قد نعتبر هذه الزيارات مجرد محاولات لعلاقات عامة عبر البوابة الدينية الشعبية وليست البوابة الدينية الرسمية. نعم، وبالتالي قد لا تسهم كثيرا في حل الإشكالات الدينية. نعم، إذا أستاذ أشرف عبد العزيز مدير تحرير صحيفة الجريدة، شكرا جزيلا لك.